عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نفصلوا هذا المونطو جلابه، غتكون عنده الخياطه في خياطه برانسيس، وغيكون عنده السلسله مدفونه، السلسله مغطيه. كما شفتوا هنايا راه عندي انا جوج طراف هنايا، ولات وحده بالكيلو. هذا الطرف الفوقاني اللي غنديروا منه الظهر، وهذا الطرف هذا ديال التحت، هاد الجهه اللي جايه من هنا مسدوده راه هو اللي غادي نخرجوا منه الكمام. هما طرف ناقصين شويه، وانما غادي نحاول نخرج لها منه المونطو. هنا راه خليت هنايا 8 ديال السنتيم، كما كتشوفوا معايا راني مطراسيه هنا 8 ديال السنتيم ديال السلسله، هادي اللي غادي نغطي بها السلسله. وهاد الجهه ديال الشمال راه كنخلي غير سنتيم لي زايد ديال في غنلصق السلسله. وهذا الظهر، الظهر راه كنجيبو هنايا منو غادي نشدو العبار. عندي 21 في الكتاف، وغادي نزيد حيت الخياطه انا غادي نشدها لها من الكتاف، ما غنشدهالهاش من هنا من التركيز ديال ديكوب، نشدها لها من الكتاف ونهبطها. اذا غندير 21 ديال الكتاف، وغنزيد سنتيم ديال الخياطه، ونزيد جوج سنتيم اخرى ديال داك الخياطه اللي غنهبط من الكتاف. هي 3 سنتيم اللي غنزيد انا ديال الخياطه في الكتاف. هنايا غادي نهبط 3 ديال السنتيم ديالي، وهنا غادي ندخل 8 ديال السنتيم ديال الدوره د العنق، ونهبط 2 سنتيم في الظهر. التركيز غادي نهبط لها 22، هنا راه غادي نخرج داكشي اللي عندي هنايا 24، غادي نخرجو هنايا. غنديرو الخط ديال السر، هنا غادي نهبطو 14 للبط، 14 نهبطوها ديال الحوض. ندي 28 في السر، ونزيد عليها 3 سنتيم ديال الخياطه، جوج ديال ديكو، وحده اللي غتخيط من هنا بالجنب، سنتيم ديال اللي غنخيطو من الجنب. في البطن عندي 27، ونزيد 3 سنتيم. الحوض عندي 31، نحاول هادو ما نخليهمش هكا دايرين، باش ملي تلبسو ما تجينيش مجنحة من هنايا. كنحاول ندخل واحد شوية، نحيد داك الخط اللي كيجي بحال المثلث هنايا. دابا هذا هو الجهة الفوقانية ديالي، غادي نزيد الثوب ونطراسي الطول. عندي في الطول 128، الطول كنشدو من هنايا من هاد البلاصه هادي مع الدوره ديال العنق. غادي نزيد لها في لوغلي 6 سنتيم، زدتها 6 بالعاني على حساب تندير لها لي سياج، مبغاتش نزيدها غير 3 ديال لوغلي، تندير لي سياج ونشوف. هنا في الإيفازي درت لها 45، وغادي نصل هاد النقطة هادي ديال الحوض، غنصلها لهنايا هاد النقطة هادي.
هنا غادي نطلع واحد 3 ديال السنتيم على حساب باش ما يجينيش الجنب طايح، وغادي نصيلو لهنا المنتصف. دابا غادي نطراسي معكم داك الخياطه اللي غتكون عندي هنايا في النص. هنايا غادي نطراسي بحال اللي كندير في ديكو، غادي نشد من هذا الخط ديال الصدر وغادي نقسمو على جوج. هنايا عندي 16، هاد 16 وغنزيد منقص واحد سنتيم ونص على حساب باش ما يجينيش الخياطه هاربه لهنايا، تجيني باينه تجي خارجه لهنا. عندي هنا 14.5، عندي 14.5 هنا، 14.5 هنا، وغنجي للكتاف هنايا غادي نشد هنايا ونقسمهم على جوج، نشد خط من هاد النقاط هادو. هنا غادي ندير بانسة في الخط ديال البطن، هذا ديال الصدر، غندير بانسة غادي ندخل من هنايا سنتيم ونص، ومن هاد الخط الوسطاني عاود لهنا غندخل سنتيم ونص. صافي نطلع هنايا 12، ها هي من هاد الخط ديال البطن وغنطلع 12 لهنا، غادي نصل خط لهنا للحوض، ها هي من هاد النقطة هادا غادي نصيلو لهاد الخط هادا. راه مغنقطعهاش، غنخيطها وغتبقى لداخل. صافي غادي نهبط من هنايا، غندير عاود 14.5 هنا تال لتحت. صافي دابا غادي نقلب عليها الجهه الاخرى، غادي نطراسيه في الجهه ديال الظهر الاخرى. هكايا كنشد التركيز مع التركيز، وهنا الكتف مع الكتف نقادهم مزيان. صافي كنبقى نضرب هكا عليها باش كيتطراسا لي في الجهه الاخرى. كما شفتوا هاد الجهه هادي الثانيه هي تطراسات لي هنايا، باش ملي غادي نخيط هنا من الداخل غادي نشد هاد الجهه هادي هنا وهاد الجهه هنايا ونهبط بالخياطه ديالي. هنا غادي ندخل هاد سنتيم ونص منا سنتيم ونص من هنايا، غتكون عندي البانسه، وفهاد الجهه هادي كذلك. هذا هو الظهر ديالي دابا راه مطراسي، وغندير نفس العمليه للضوفات ديال الامام، غنطراسي في هذه الفوقانيه وغنولي نقلب عليها على هاد الجهه هادي ونطراسيها كما درت في الظهر. كما شفتوا هنا راه طراسيت ديال هاد البانسات ديال الامام. هنايا غادي ندخلو بجوج سنتيم ديال التركيز، نربطو هنايا ب 14 وندخل جوج سنتيم ديالي. الدورة ديال الكول هادي ديال الامام غادي نهبط هنايا فيها 10 على حساب غيكون غتكون بالقب. هنا غادي نصل بخط والساقين في هاد 8 سنتيم اللي عندي ديال السلسله، هذا ديال الامام غادي نهبط فيهم هنايا جوج سنتيم. كنهبط من هاد الجهه هادي جوج سنتيم، من هنا واخا كتخرجي غير بسنتيم من هاد الجهه ولا بنص سنتيم ماشي مشكل، المهم تهبطي من هاد الجهه هادي اللي تهبطي جوج سنتيم.
صافي هذا هو التركيز ديالي. غادي نعبرو نشوف شحال فيه. 28. دابا غادي نفصل نطلق التوب ديال الكمام ونفصل معاكم الكمام. هنا غنفصلو الكمام، عندي هنا في الطول ديال الكمام 55 وغنزيد 4 سنتيم ديال لوغلي. موش غندير لها 15. غادي نهبط من هاد الخط هذا غنهبط 13. غادي ندير خط كان عندي 28 في التركيز، هنا غادي ندير 26 على حسب ملي كنفصلو راه كيتزادو فيه 2 سنتيم حتى ل 3. غنهبط من هنايا واحد 6 ولا 7 ديال السنتيم، وغنحط الدوره ديال الدرع ديالي عندها 20، نحط لها 21 جايه حدا الخط. هاد الخط هذا غنقسمو على جوج، ونقسم هاد الجهه على جوج وهاد الجهه على جوج. غادي نخرج من هنايا بسنتيم من هاد البلاصه، وغندخل من هنا بسنتيم. هذا هو الكم ديالنا، التركيز الدوره ديال التركيز هكا كتجي كتخرج من هنا بسنتيم وكتدخل من هاد الجويه هادي بسنتيم. هذا هو الكم ديالنا. دابا غادي نفصلو القب ديالنا ديال المونطو. عندي هنايا الطرف طويتو هكا على جوج، عندي هنايا هذا هو الفم ديال القب خصني يكون فيه 40، ها هي 40. ومن هاد الجهة هادي 30، بغيتو ديرو غير 28 ديروش، ما يجيكش الا ما بغيتيهوش كبير. انا غندير 30. من هنا غادي نخرج 24 من هاد الجهه هادي، وغادي نطلع من هاد الخط هذا غنطلع 10، وغادي نسير بخط هنايا لهاد النقطه هادي. وهاد النقطة هادي اللي درت هنا هي 30، غادي نصلها لهاد النقطة اللي عندي هنا. هنا راه عندي 28، عندي 27، هاد الزوائد اللي عندي هنا راه غنحيدهم. 27 هي هادي ديال القب اللي غتجيني لاصقة في الجلابة، من هاد الجهة غادي تكون الخياطة. غادي نجي لهنا غادي نقسمها على جوج، وهادي على جوج، وهادي على جوج. دابا غادي نخرج من هنا سنتيم وغندخل من هنا سنتيم بحال الشكل ديال الكم ديال الدوره ديال الكم. ومن هنا من هاد البلاصه هادي حيت راه غيكون عندي من هنا محلول غادي نحلو، غادي نجي لهاد القنت هذا وغادي ندخل واحد 4 ديال السنتيم من هنايا، وغادي نجيب هذا الخط. باش غادي يجيني داير بحال ديال الكابيتشو. هذا هو القب ديالنا، الا بغيتي تزيدي تنقصي منه من هاد الجويه باش ما يجيكش من تما ماضي من داك البلاصه من تقلبي هكايا. هادي اسهل طريقه بدون تعقيدات. صافي هذا هو القب ديالنا. دابا غادي نفصل الجياب.
هادو الجيه ديالنا غندير في العمق ديالهم غندير 32 وغندخل هنايا واحد 10 سنتيم صافي. وغادي نجيبهم هنا هنا في العرض ديالهم غندير 20 وغادي نسال هاد النقطه هادي هكا غير بيدي. طريقه الخياطه ان شاء الله غادي نخيط هادو غير من الداخل دوما الجيب ديالنا. غادي نجيو لهنايا غنهبطو بواحد 5 سنتيم هنايا نحطو 14 هنا غادي تكون الفتحه ديال الجيب ديالي. الخياطه ان شاء الله غادي تشوفوا معايا.